عبد المجيد المبرد، شريك مؤسس تطبيق كاريفر. تطبيق كاريفر هو منصة متكاملة تقدم حل متكامل ما يتعلق بصيانة السيارات، تخدم 9 مدن على مستوى المملكة. ساعدت في توفير الوقت والجهد للعميل، وكذلك يمكن للعميل كذلك من خلال التطبيق أنه يتابع ويعرف حالة صيانة السيارة. شاركنا في منصة قطاع المركبات مع منشآت في هذه المسرعة الرائعة، كانت لها قيمة مضافة للمشروع. تعاملنا مع الفرق الأخرى، تعرفنا عليهم، راح نساهم إن شاء الله بإذن الله مع الفرق الأخرى لتطوير هذا القطاع، وأن نوفر حل إضافي يساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030 وتساعد على مستوى رفاهية المواطن. المركز الثالث ومبلغ 20,000 ريال كاريفر.